يمكن برضو انا عايزه اوصل صوتي برضو، مش صوتي حقيقي، هو صوت الناس يعني من خلال الشاشه، انه فعلا من يعني مثال على اللي ذكرته برضو ايمان. الوصله اللي قصاد اللي هي في اخر الدائري اللي قصاد حازم حسن دي وصله شهيره جدا، بان كل يوم على الاقل 4 حوادث فيها، وفي حوادث منها قاتله، لان شكل المطبات غريب جدا، مطبات بقى ليها هضبه كده ورا بعض، وبالليل مفيش اضاءه نهائي، فبالتالي بتعمل كوارث في فدي حلها فين يعني؟ ما دي ارواح يعني احنا كده. هو الاضاءه طبعا ده اساسا بتبقى بتتعمل في المناطق. يعني بص حضرتك في صور هنا، هي دي الوصله بتاعت حازم حسن وشكل المطب، ويمكن حضرتك ليك تعليق على ده مش مطب واحد كمان، ده كذا مطب ورا بعض. انا عارف الوصله حضرتك اللي بتتكلم عليها. هو القصه ان زي ما قلت لحضرتك ان الاضاءه بتتحط في المناطق السكنيه اساسا، او عند الكباري او اللي هي الاعمال الصناعيه في الطريق، علشان برضو الموضوع الحوادث، وان بيبقى فيه عربيات بتهدي، عربيات طالعه، عربيات نازله، ده غير ان مفيش طبعا لافتات تحذيريه اصلا كمان عند المنطقه دي. تمام، ده لازم طبعا. فحضرتك هي المطبات بتبتدي بقى في المناطق السكنيه وداخل المدن واللي فيها عبور مشاه، فالمحليات بتلجأ لهذه المطبات علشان تهدي سرعه العربيات. طب بس ده، هنا قلت المحليات بتلجأ لده ليه واحنا في طريق سريع بنتكلم عن طريق استثماري؟ ومفيش اضاءه كمان، بداية الطريق ومفيش اي صحراوي من النقطه اللي حضرتك بتتكلمي. طب ايه المعايير اللي بتحكم المحليات؟ فيما وراء يعني، فيما خلف يعني، من حازم حسن لميدان الرمايه ده تبع محافظه الجيزه، اما من ميدان حازم حسن للصحراوي ده تبع هي الطرق الكباري، مش هتلاقي فيه مطبات. بس مش من المفترض يا فندم، يعني ده طبعا انا بسال حضرتك وتصحح لي المعلومه. المفترض انه حتى لو المطبات دي يعني من المهام اللي منوط القيام بها من قبل اللي هي المحليات، في الاخر معايير هندسيه ثابته يعني لازم يلتزموا بيها وهم بينفذوا المطبات. المطب يعني هو يعني مفروض ما لا يزيد عن مثلا من 5 ل 10 سم ماكسيمم يعني، ويتعمل ميل بمسافه 2 متر علشان العربيه تقدر، حتى لو السواق اللي مش عارف ان في مطب هنا يعني، ما في واحد بيبقى ليه جاي اول مره الطريق ما هوش عارف المطب موجود فين، والمفروض يندهن ببوية عكسة يعني، اما بيضة او اصفر. يعني حضرتك شايف بص المطب عامل ازاي؟ ده مش مطب بقى، دي حفرة. لا ده في الحالة دي بقى ده يكسر العربية، الميل ياخد لغاية اخر الاسفلت طبعا علشان ما يبقاش فيه ده يكسر العربية، ده ارتفاع مفاجئ يعني. عشان مين اللي بيقوم يعني مين اللي بيقوم بعمل حاجة زي كده، حفرة كده؟ هو في يا اما المحليات يا اما الناس نفسهم بيلجأوا. طب وهنا يعني بقى فين الرقابة؟ يعني رقابة الدولة دايما مشكلة تعدد الجهات. يعني زي ما بنتكلم مع حضرتك دلوقتي بتقول لا ده مش عندي، ده عند المحليات، في عندنا المحليات، في عندنا المرور، إدارة المرور اللي بتتابع كمان سير الطرق، عندنا برضو الهيئة الهندسية، يعني في تعدد الجهات، نكلم مين؟ لا هو كل جهه مسؤوله عن جزء من الشبكه، معروف يعني هيئه الطرق الكباري. التنسيق بينهم بيتم ازاي؟ التنسيق موجود، بس يعني حضرتك كل جهه بتبقى عارفه يعني مسؤوله عن شق من الطرق، معروف احنا هي الطرق الكباري، الطرق اللي هي خارج المدن بتربط المدن ببعضها. داخل المدن او من المدينه للقريه ده تبع المحليات.